الآثار الجانبية لمنع زراعة الأرز في مصر، تشريد ملايين الفلاحين العاملين في زراعة الرز، فقد ميزة تصدير الرز وضياع دخله، العملة صعبة، إرهاق الموازنة المصرية بأعباء الاستيراد بالعملة الصعبة، ارتفاع أسعار المحصول محليا، وتأثر ملايين المصريين من الآثار، أو دي جزء من الآثار الجانبية، تأثر بقى الصناعات، ضرب الرز، السماد العضوي، الأعلاف غير التقليدية، الغاز الطبيعي، الوقود الحيوي، تربة بديلة للتربة الزراعية، صناعة الورق، كل دول هيتضربوا.